أسعد الله أوقاتكم أخواني أخواتي بكل خير، معكم ليندا. أول ما قلت لكم بميلون جديد طلبتوه مني، واللي هو الأشقر البيج الثلجي ولكن بلوريات. طبعا جبت لكم ميلونج احترافي، مستحيل ما ينجحلكش. عندك ليغاسين هابطة راح يخرج ليك في ليغاسين عسلي يهبل، ومن تحت كيما نهار لأنه طبقته على خصلة ليغاسين تاعها غامقين. عندك لي ميش شارجي جدد وما كيش حابة تفسدي لاباز ديريه كارانساج. عندك لي ميش مزنجرين في زدولك ديريه ككولوراسيون فوق شعرك كل ربع ساعة إلى 20 دقيقة، بشرط كل لاباز تاعك طبيعية يخرجك يهبل ولاباز تتفتح. ما كيش حابة تخربي في لاباز تاع شعرك ديريه كارانساج، سواء كان عندك لي ميش شارجي أورانج ولا بلاتين ولا دوغي. هنا طبقت ليكم على لي ميش جايين كيما هاك، هذه درجتهم 8.5، يعني اصفر موزي ضارب شويه على الزنجير. هذا اللون نقدر نخرجوا به الاشقر البيج الثلجي بهذا الميلونج ويخرج ليكم يهبل كانك درتيه يعني بحاجه احترافيه. المقادير المضبوطه لهذه الصبغه وهي كالاتي: عبوه كامله من رقم 25 لوريات، الربع تاعها من 23، والربع الاخر من رقم 9. اذا عبوه كامله من 25، ربع من 9، وربع من 23. الاسماء تلقوهم ان شاء الله في صندوق الوصف. نخلطوهم ساعه جيدا ثم نضيف الاكسيدون قدهم بالضبط، يعني عبوه ونص تاع اكسيدون 30 فوليوم. الان اذا كنت راح تخدمي فوق البوني، يعني راح تجبدي شعرك لي ماش تاعك وديرين فوق البوني، من 15 دقيقه الى 20 دقيقة فقط يعطيك من اللون المطلوب. إذا كنتي راح تحطيه على شعرك الطبيعي المخلط بليماج المزنجر اللي فيه خلطة كبيرة وحابة توحدي له اللون، حابة تعطي لون عسلي يهبل والليماج تاعك يتكلرسو أكثر وأكثر ويبانو أروع مهما كانوا قدم وخايبين، ولا عندك بلياج وهبط، ولا عندك ديكاباج وهبط وانتي حابة تسقميه، فتحطوه على شعركم. تبدو بالجذور توزعوه على شعركم كامله وتبقوا تراقبوا فيه مع المشط. طبعا تمشطوا ديما الشعر تاعكم كي تسبغوه من 30 دقيقه حتى لساعه. اخرين شعرهم عنيد حصل معاه ساعه، ما تخافوش ما حاجه بيري اورانج، واللي تخافي بيريها اورانج دير عصره من اللون الازرق، واللي عندها لي مشكي من هاك طبعا طبق في البوني طول 15 دقيقه. اذا لي غاسين هابطه تبدي بالجذور وتهبطي وتراقبي الساعه تاعك من 30 دقيقه فما فوق باش يتفتحوا لك لي غاسين ويتريقلوا لك يتسقموا لك ليماج. عندك ليماج شارجي جدد ولاباس تاعك مسبوغه، هنا ما تلعبيش بالليماج تاعك وتفسديهم، ديري كرنساج برك. راح نخليكم فيديو درت لكم الرنساج فيه، راح تتحصلي على هذا اللون الجميل جدا صراحه، اللون يهبل. اذا ما عندكش حتى حجه، سواء لي غاسين هابطه، عندك بالياج، عندك كاباج فيزد، عندك شعر طبيعي اكحل طبيعي شطان طبيعي ماغون طبيعي وحابة تضريه عسلي بهذا الميلونج كيما هنا الجذور ولد عسلي تهبل ضارب على اشقرات، فهنا ديريه طبعا شعرك الطبيعي وما تخافيش راقبيه فقط. يعني اهم حاجه في الصبغه وعند الحفافات هي تراقب لك الصبغه، مسي شعرك امشطي شوفيه ونشوفي العسلي تاعك يعني تحصلتي عليه اغسليه. وايضا كاين ناس عندهم شعرهم خلوطه وفيه لي ماش وحابين لي ماش هذيك يعني تبان كصبغه، يعني هكا تبان كهايلايت ولا تبان ك خصل، سهله مهله ديريه طبقيه وراقبيه راح يولي لك الشعر تاعك عسلي وليماش تاعك يبانو كيما هكا الخصل الذهبيه. هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم البنات، واللي عندها ليماش شارجي في الدوغي وحابه تبدلهم هذا اللون ديروا كرنساج، ما تفزوش ليماش تاعكم لاباز لانه كذا لاباز باهيه ما تفزوش يعني لاباز، فديروا كرنساج. الرنساج هو كالاتي: هزي نصف من 25، ربع تاعها من 23، ربع تاعها من 9، قدهم اوكسيدون تخلطيهم جيدا، زيدي فنجان شامبو نص كاس ماء، تدخلي الدوش يكون شعرك مشمخ وطبقي ترغني من 5 دقائق حتى 10 دقائق، يعني كانك تغسلي في شعرك يعني ديري على شعر مبلل وراح تتحصلي على هذا اللون ومستحيل تتغير لك لاباز، لانه الرنساج يا البنات راهو ما ياثرش على لاباز. بمعنى انه كي يكون عندك لاباز تاع الشعر تاعك مسبوغه ولا طبيعيه ما ياثرش، راح فقط يحكم لك في ليماج. ايضا عندك ليماج جايين اورانج تقدري تعمليه بكل اريحيه، راح تحسني ليماج ويرجعوا لك كيما لا فوتو بالضبط. وهذا هو ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، تهلوا لي في رواحكم، واذا عجبكم خلونا لايك وبارطاجوه من فضلكم عندكم في الفيسبوك والجروبات تاعكم اللي والان البنات حبيت نقول لكم فقط حاجه، انه كاين بزاف بنات قالوا لي ليندا درنا ليماج وحرشونا، راح نخليكم في التعليقات ايضا فيديو مليح، فيديو مليح على احسن يعني بروتين تاع البيوبليكس اللي درتولكم من اعوام في القناه، تحت تلقوه في التعليقات وتهلوا لي في رواحكم. والسلام عليكم.